السلام عليكم. أنا أنور دلال من مدينة الجديدة. السن ديالي 14 سنة. منخرط في نادي الدفاع حسن جديدي للرياضة والبيئة البحرية بالتشجيعات ديال الوالدين ديالي اللي حفزوني باش نتبع هاد الرياضة ونمارسها، وبشوية بشوية تطورت في هاد الرياضة وديت كنشارك في دي كومبيتيسيون في مدينة الجديدة. وهذا الفضل كامل كيرجع للسي امين اللي حفزني باش نشارك في هاد البطوله ديال المغرب، وايضا كيرجع للسي برزوق والمكتب العام كامل. بالنسبه للبروغرام اللي كنت نتبعه، انني كنتريني كونديسيون فيزيك، جري، دونك ولفت بشويه بشويه كنطلع الريشم، عاد كنهبط الباطو ديالي كنتريني فيه ساعه حتى ساعه ونص. كانت شويه صعيبه باش بالنسبه لل 5000 متر ما كانتش سهله، كان خاصني نقسم الريشم ديالي بشويه بشويه. بالنسبه للبديه كانت بريشم واحد حتى للروتور الاخر، عاد فاش عطيت الجهد كامل كان اول شعور بالفرحه حيت ماشي ساهل، اول مشاركه ليا في بطوله المغرب. كلشي فرح بيا، لا المدرب لا البريزيدون. ماشي كالربح غير ليا انا، كالربح للكلوب كامل وجديده كامله، وماشي كيعتبر كلوب بالنسبه ليا، كيعتبر كمنزل ثاني ليا اللي كنجي نعيش فيه حياتي الثانيه مع صحابي مع المدرب. ما كيعتبروش غير اتليت، كيعتبروا كان واحد منهم. والديا كانوا كيساندوني ديما، لا في الرياضه لا في الدراسه. كما كيقولوا في واحد القول، الجسم السليم في العقل السليم. كنتمنى كاع الدراري انهم يعمروا وقت الفراغ ديالهم بشي سبور ولا شي رياضه اللي ما تخليهمش ينحرفوا، وحتى القرايه ديالهم في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نشكر هذا الاخ على هذه الاستضافه ديالو في النادي ديالنا، نادي الدفاع الحسني الجديدي للبيئه والرياضات البحريه. بصفتي المدرب في نادي الدفاع الحسني الجديدي، كنبغي نعرف على راسي. امين ديال مدرب في نادي الدفاع، واحد من ابناء هذا النادي من الطفوله ديال الصغار ديالي، من 5 سنوات وانا في هذا النادي هذا. والحمد لله اللي كانت عندنا واحد المشاركه في مدينه سالف واد ابي رقراق في بطوله المغرب صنف الكانوي كاياك، والحمد لله اللي توفقنا باش نلنا بطوله المغرب. هذا البطل هذا انور دلال من ابناء نادي الدفاع الحسني الجديدي، وهادشي ما جاش عن صدفه، جا الا عن واحد العمل وواحد الاستراتيجيه اللي كان متبعها النادي للرفع من مستوى الابطال، ومشي على المستوى الوطني، على المستوى الخارج، المستوى العالمي ان شاء الله. هذا اللي كنتمنوا منه، والفضل اللي كيرجع لرئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي سي خالي برزوق، اللي كان عنده الفضل الكبير، اللي كان ما كيبخلش علينا في الدعم ديالو ماديا ومعنويا، وكذلك المكتب المسير وجميع الاخوان اللي تا هما ساهمونا، وكذلك جنود الخفاء كما كنقولوا. والحمد لله توفقنا في هذه البطوله. هو البروغرام كان شويه صعيب شويه، حيت كانت فيه واحد الخدمه اللي باش حيت النيفو ديال الاتليت باش يوصل لواحد المستوى عالي ضروري خاص يكون واحد البرنامج اللي خاص يكون مكثف، واحد البرنامج اللي كتكون فيه قوه التحمل، من بعد كندوزو السرعه القصويه ديال الاتليت باش يعطي لا بويسونس ديالو في الخدمه ديالو، باش يحسن من المستوى ديالو في هذه الرياضات. وان شاء الله كنتمنوا منه ان شاء الله يعطي الكلمه ديالو ان شاء الله في بطولات افريقيا اللي غتكون ان شاء الله، وكذلك يقدر يحصل على المشاركه مع المنتخب الوطني اللي يقدر يقوم بالاستدعاء ديالو رئيس الجامعه الملكيه السي بلعباس، ونتمنى ليه التوفيق في هذه المسيره الرياضيه ديالو. كنشكر اول حاجه الوالدين ديالي تا هما اللي كنفضلهم عليهم، وواحد السيده تاهي خالتي سميه الرميدي تا هي كنشكرها بزاف اللي كانت كتشجعني بزاف باش نطور من المستوى ديالي، ونحاول انا نكون واحد الشباب اللي يعطيه واحد الكلمه من هنا ان شاء الله، من هنا لقدام باذن الله ان شاء الله. وكنشكر الجميع، كذلك كاينين شي ناس اللي كانوا تا هما كيساعدونا، منهم عبد الهادي اللباط تا هو كان عنده الفضل في هذه الرياضه تا هو، وكذلك الاخ محفوظ قباز تا هو كان عنده الفضل تا هو في الفئات الصغرى اللي كانوا كيساعدونا تا هما. وكنشكر الجميع الناس المسؤولين هنا وشكرا.